السلام عليكم، مساكم الله خير. هذا الطير يعني اساس اخوه العام، والطريقه هذه يعني يخبوني كذا واحد بالخاص، يمكن 2 أو 3 عسى الله يوفقهم ان شاء الله، يقولون نتكلم على الطير يعني اللي ينقل. الطير هذا ينقل، فالينقل لازم التعامل معاه معامل هذا، خله يذبح. شوف كان خروش على الطير، تخليه يذبح لين يضبط وضعه، يقوم ياكل شوي، تجي تنزل على الراحه، وباذن الله اموره طيبه. اما تجي تنزل من اول ما يمسك صيدته، او حتى شوف هذا طياره، يعني هدي على طياره علمنا فضل الله، هديت على طياره ولا نزل فيها النقله، يبي شوي بس. فانا ما قابلته والله، راعيه يعني مقابله، ولكن يعني مو هذا يسمعني والله بجنبي، مو حريص حيل يعني. فالوضع ما فيه، شوف الحين قام يعرف الطير، الحين باذن الله ينزل له اموره طيبه. طيرنا اللي هذاك اليوم اللي ينقل قلنا عنه خلوي، شوف طريقه شلون باذن الله احنا ننزل له، ذبح الحمد لله وقام يعلم على راحته. شوف طريقه شلون احنا ننزل له، باذن الله اني اتعامل معاه بالشيء اللي يضبط ان شاء الله. مسك. بس خلاص.